من الدمام ينضم لنا الدكتور مروان جبر الوزة، أستاذ الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل في المنطقة الشرقية. دكتور، تابعت معنا التقرير وطبعا طلعت عليه، وتقرير من منظمة الصحة العالمية، تقرير مخيف. هل فعلا نحن أمام انقراض المضادات الحيوية؟ هل نحن فعلا أمام مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وبالتالي الأمراض الشائعة الموسمية يمكن أن تصبح قاتلة وفتاكة؟ وما الأسباب؟ مساء الخير أولا. مساء. شكرا للاستضافة. بالطبع كما جاء في التقرير المعروض، نحن أمام مشكلة كبيرة، مشكلة بدأت من عقود لكنها تفاقمت في العقد الأخير، وغدت تهدد حتى الأشخاص الذين يدخلون إلى المستشفيات أو يصابون بأمراض معدية بسيطة. لماذا؟ ما الأسباب دكتور؟ الحقيقة هناك مجموعة من الأسباب. طبعا في التطور الطبيعي كل جرثوم أحيانا فيه ضرار كثيرة، يكون إما أن تكون مقاومة بالأصل للمضادات الحيوية، أو أن تنشأ المقاومة نتيجة الظروف المحيطة ولأسباب خارجة عن الجرثوم نفسه أو عن الميكروب نفسه. طبعا الأسباب الخارجية في المقام الأول يأتي إساءة استخدام الصادات، استخدامها أحيانا لأمراض بسيطة، استخدام المضادات الحيوية لمعالجة الالتهابات الفيروسية كالزكام والإنفلونزا مثلا، بالإضافة إلى الاستخدام الواسع للمضادات الحيوية في حقيقة تربية الحيوان وتسمين الحيوان. لكن في بعض الأحيان دكتور، يعني يتم وصف فعلا المضادات الحيوية في الإنفلونزا الموسمية والسعال وما إلى ذلك، يعني في الالتهابات الفيروسية يتم وصفها من قبل الدكتور أو من قبل المستشفيات. يعني للأسف المشكلة عامة، يعني نحن لدينا سوء إساءة استخدام الصادات في المجتمع أولا، وإساءة استخدام الصادات في لدى بعض الأطباء أيضا. طبعا بالأصل مثلا الإنفلونزا أو الزكام العادي مرض فيروسي، إذا لم يكن له مضاعفات جرثومية يجب ألا تستخدم فيها الصادات. طيب دكتور، يعني هنا مع هذه الدراسات، مع ما نشاهده حتى من تقارير، يصبح المريض يعني لديه نوع من الخوف في أخذ المضادات الحيوية، حتى لما يتم وصفها من قبل الدكتور. يعني لما يكون مثلا دكتور من وصف المضاد الحيوي، يعني مباشرة نجد أنفسنا لماذا سأخذ المضاد الحيوي؟ يعني ربما سيؤثر على صحتي فيما بعد. يعني هنا نتساءل عن الطريقة الصحيحة لأخذ المضاد الحيوي والمناسبة بشكل يمكن أن لا يكون له أي تأثير سلبي. الطريق الصحيح هو الأول، المضادات الحيوية يجب أن لا تكون أدوية تصرف من الصيدليات لمن يشاء في أي وقت. هذا ما يمكن أن نقوم به كمجتمع. طبعا بالمقابل حصر استخدام المضادات الحيوية أو التقليل من استخدامها لا يعني أن لا نأخذ المضادات الحيوية عند وجود استطباب لها. طيب يعني عندما يتم وصفها من الدكتور يجب أن تؤخذ، يعني يجب أن تؤخذ تحت إشراف طبي. طيب والاستخدام الصحيح، يعني مثلا يقال بأنه لازم الوقت المحدد أخذ ربما الوصفة كل يوم في نفس الوقت، إذا ما شخص نسي أخذ الحبة مثلا، هل ممكن ذلك أن يؤثر، أو كيفية أخذ المضاد الحيوي بشكل صحيح؟ النسيان لمرة واحدة أو لتأخر ربع ساعة أو نصف ساعة في أخذ الدواء ليست مشكلة، لكن قطع الدواء باكرا أو الاستمرار في الدواء لفترة طويلة هو مشكلة حقيقية. طيب سؤال أخير وبسرعة دكتور، بالنسبة للأشخاص الذين يأخذون المضاد الحيوي لمدة يوم أو يومين، عندما يشعرون بتحسن يتم توقيف هذا المضاد من قبلهم حتى بدون الرجوع إلى الدكتور؟ طبعا هذا خطأ، في يعني لا يوجد مرض معدي عموما يمكن علاجه بيوم واحد أو يومين، هناك بعض الأمراض الخاصة التي تعطى جرعة أو جرعتين، فيما عدا ذلك يجب أن نتبع التوصيات الطبية حول مدة العلاج والجرعة. حتى لو شعر الشخص بتحسن يجب أن يقوم بتتبع الإرشاد الطبي، يجب أن يستمر بالعلاج. نعم. بحسب توصيات طبيبه بالتأكيد. نعم، شكرا لك دكتور، أشكرك جزيلا. دكتور مروان جبر الوزة، أستاذ الأمراض المعدية في كلية الطب في جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل في المنطقة الشرقية، كنت معنا عبر الهاتف من السعودية أو من الدمام.